شوية شوية على حسب التداعيات ديال كورونا والإغلاق المطارات، وهذه كانت القضية شوية كاين شوية العجز التجاري في المغرب كله في جميع القطاعات وفي جميع ماشي غير الورد. الورد الحمد لله كنعتنيو به، وكان كتجينا الوردة بكر بحبوط بحال هكا دي صغيرة كنعتنيو بها حتى كتكبر وكيكون شوية ضروري. هذا هو نهار الحب، هو نهار عندنا الأول زعما في العام كله من حيث المبيعات، وهذه هو نهار عيد الحب. الرسالة هي الناس يحبوا بعضياتهم مزيان ويحبوا بالمعقول ويجيو يشريو من عندنا الورد ان شاء الله الرحمن الرحيم. خويا الاقبال ماشي بحال تاع ذاك العام. ذاك العام خويا كان لي كوموند، كان الناس تيريزيرفيو تيجيو كوموند عندنا قبل من سيمانه قبل من عيد الحب. دابا واخا هكاك ما كاينش ماشي شي اقبال، ماشي كيف مال في عيد الحب تيدوز. طاحوا شويه بعد الكليانات، واكثريه الشباب المدرسه وعرفتي المسائل ديال ما عشيرتو. ايوا ضروري، شكون هذا اللي ما غادي يجي هذه الهديه للصديقه ديالو ولا للزوجه ديالو؟ انا الهديه اللي بغيت نعطيها للوالد الله يخليها ليا. عيد الحب بالنسبه ليا هو ذكرى سعيده، ذكرى سنويه اللي كنعبروا فيها على الحب ديال الناس اللي كنبغيو. كنبغي نقولها بدرجه اولى لبابا وماما اللي كيضربوا عليا تماره الله يخليهم ليا، وكنقول لهم كنبغيكم بزاف بزاف، وحتى خوتي. احسن كادو بالنسبه ليا هو ماشي كادو مادي جوستومون، هذاك لو مو ديال جو تيم ولا كنبغيك راه سا سوفي. صراحه طلعت يمت ليا الحب بالنسبه ليا هو حب الوالدين، حب الله عز وجل. هادشي شي بان ليا انا هادي شي الوالده تاعتك الا كان عندك اي شي حاجه هي بسيطه، اي شي حاجه راه هي لوجيست تجي لها شي حاجه كيف ما كانت هي بسيطه راه تتعنينا هي شي حاجه بزاف. الوالده تاعتي والوالد والخوادريه تاعي تنقول لهم كاملين تنبغيكم. خويا عويس مبروكه بالتحيه لهاد عيد الحب اللي كاين غدا ان شاء الله. واخويا الله لقيتني انايا جيت تقتيتني توعد الهجيه كما كاع الاعوام اللي فاتوا، ديما تنمشي تنتقدى الهجيه للوالده ديالي، تنمشي تندوز مع هاد عيد الحب وتنفرح بها وهذا، وتنبين لها بانه راه انايا راه مهتم بها وهذا الشيء اللي كاين. واخا كان بوحدي اللي عندها وهذاك الشيء كاينين الدريات، ولكن تنعطيوها الاهميه ديالتها وهذاك الشيء اللي كاين. وبمناسبه تاع هاد عيد الحب هذا جينا اخويا لهاد السوق هذا، ولكن السلعه طالعه شويه مقارنة داكشي جاي من الفوق، تا هما راه الله يحسن العوان بعد الجائحة تاع كورونا وهادشي هذا، راه الله يحسن العوان تا هما داكشي جايهم من الفوق. إوا خو هادشي اللي كاين. السلام عليكم، اليوم جينا نهضروا لكم على 14 فبراير، اليوم تيتسمى عيد الحب. المهم شي تيقول عيد الحب، شي تيقول نهار رومانسية، كل واحد واش تيقول له. وحنا عيد الحب هذا ما نكذبش عليك اخويا، ما كاين لا حب لا والو، كاين يا حب الله والوالدين والسلام، هذا الشيء اللي كاين اخويا. اما شي حب اخر ما تنعرفوش، قليل فاش تتلاقى مع شي وحده تحبها وتتحبك هكا، ولكن في الاخر راه سلام على من اتبع الهدى، هذا الشيء اللي كاين اخويا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.